الأنشطة يلي بنشتغل عليها بالحياة مختلفة ومتعددة ومتنوعة وإلى أثر كبير جدا على شخصياتنا بتنمية هاي المهارات للدخول لسوق العمل بأفضل طريقة وبأفضل شكل. تماما منير، ومن هاي الأنشطة هو التطوع، هذا العمل اللي بيعتبر من أسمى الأعمال بالوجود واللي بيلجأوا له كثير من الأشخاص لحتى يجهزوا أنفسهم لسوق العمل، وأيضا العمل الإلكتروني المستقل واللي بيتسمى بالفريلانسر يلي عم يلجأ له كثير من الشباب لحتى يكونوا رديف مادي لهم. رح نحكي بهذا الموضوع مع الدكتور منير عباس، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الموارد البشرية اللي صار معنا لليوم. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. تحية لك. مساء الخيرات. أهلا وسهلا فيك دكتور. دكتور، بداية موضوع التطوع اللي ذكرناه بالمقدمة اليوم، قد هو له أثر مهم جدا بما يتعلق بسوق العمل واكتساب خبرات؟ هلا التطوع بتعريف بسيط، أول شيء هو العمل بدون مقابل مادي. تمام. ولكن هذا الشيء يمكن كل الاشخاص بياخذوا لمنحة انه انا بدي اروح اتطوع، يبقى بدي اخلي كل التطوع على الفري تايم تبعي بما انه ما له مردود مادي نهائيا. تمام. ولكن التطوع هو بدايه الدخول لسوق العمل. يعني احنا طلاب، وقت واحد بيتخرج كيف بده يفوت على سوق العمل بدون ما يكون من باب التطوع او من باب التدريب داخل الشركات؟ فالتطوع هو عمل بدون مقابل، هيك هو تعريفه، ولكن المقابل تبعه اكبر بكثير من العمل المادي. التطوع يصقل الشخصيه، يعلم مهارات التواصل، التطوع بيخليك تنخلط مع اشخاص ومجتمعات انت من المستحيل تنخلط فيهم او تندمج معهم بهالمرحله من حياتك المهنيه. يعني في كثير اشخاص على سبيل المثال بمؤسسه اداره الموارد البشريه كلها مدراء موارد بشري، بيجي المتطوع اللي هو الطالب، يعني بيندمج مع اشخاص هن برتبه مدراء، بيعرف شو الحديث اللي ممكن يتقبلوه، بيعرف شو متطلبات سوق العمل، بيعرف انه كيف هي الامور، هي بيقدر الشخص الخريج الجديد او الباحث عن عمل يبنيها بنفسه بشكل غير مباشر، بينما اقرانهم اللي ناطرين هن فرصه عمل حقيقيه بعد التخرج، بتلاقيهم بينطروا قد يكون شهور او سنوات لحتى تجي فرصه عمل حقيقيه، وبالوضع اللي بتجي فيه فرصه عمل حقيقيه ما بيكون جاهز الشخص. يعني نحن في عندنا شيء اسمه البزنس، مثلا خليني اقول لك الوورد تبعت مثلا بعض الكلمات الخاصه بسوق العمل، مثلا هي الامور هي اداره وقت، هي مهارات تواصل، هي اداره تفاوض، هي شخص يعرف حقوقه وواجباته، على شو بده يفاوض وقت يكون في عنده عقد عمل، شو هي الاشياء اللي هي لازم يحكي فيها بمقابله العمل، كيف يكتب سيرته الذاتيه، هي الامور كلها ما بيتعلم الواحد مثل المواد. يعني دكتور باختصار النظرية. التطوع نحن فينا نقول انه هو يحرق المسافات ما بين الاكاديميا، التعليم الاكاديمي والخبره على ارض الواقع والحقيقي بسوق العمل. الحقيقة هو الدخول الحقيقي لحقل العمل. يعني هو خليني اقول للبزنس وورد بدك تفوت عليه من باب التطوع، وهو اسهل الابواب. يعني هلا نحن عندنا المسؤوليات المجتمعية كثير تطور مفهومها خلال الأزمة. يعني نحن بال 11 سنة خلال الأزمة، يمكن واحدة من ميزات الأزمة هي انه المسؤولية المجتمعية صار لها وجود، صار العمل التطوعي خلينا نقول لك ممأسس أكثر ما كان هواية من الأول، أو عشوائي كان عشوائي. يعني إحنا هلأ حتى كمؤسسة عم نحاول نرتب عمل التطوعي كحرفة أو مهنة. يعني صار في عنا متطوع مبتدئ، متطوع متقدم، متطوع محترف. يعني هلأ على السي في تبعته للمتطوع لحنا طبعاً بنعطي بدل نقدي اللي هو فقط مواصلات، وبالمقابل بنقدم كل الخبرات والعمل الحقيقي مجاناً وبندمجهم مع الشركات. صدقني إنه ما في عنا ولا متطوع قاعد عنا كمتطوع أكثر من 4 شهور. أنت طموحك جوات الشركة محدود بتوصيفك الوظيفي، ما بتقدر تقدم أكثر من اللي موجود بطاقة التوصيف الوظيفي تبعتك. كمتطوع العالم كتير وسيع بالنسبة لك. يعني أنت بلشت تطلع خارج الصندوق اللي هو صندوق الوظيفة، فلذلك بلاقي المتطوعين عنا عم نشجعهم كتير. نحن عم يقدموا مبادرات هي من صنع أفكارهم. يعني مو دائما التطوع أني أنا أجي لاقي لك شيء تتطوع فيه، أنت بدك تساعدني بالمبادرة بدك تتطوع فيها. فعم شوف في ناس عم تطلع خارج الصندوق بطريقة تفكيرها. تمام. وبالتالي التطوع أو الأعمال التطوعية ممكن تضيف له الشخص، فبالتالي بيحسن من حاله، فممكن تكون بمجالات كتيرة أو ممكن بمجال معين واحد. فشو ممكن تكون مجالات التطوع على حتى الإنسان يقدم أفضل ما فيه وبالتالي يساعد الآخرين كمان؟ واو، يعني سؤال كتير له إجابات فظيعة جدا، لأنه كل مسؤولية مجتمعية في إلى متطوعين بيشبهوا. على سبيل المثال بجمعية مثل جمعيتنا سابقا، هلأ صرنا مؤسسة، لحنا التطوع عنا
فلترت سيفيات، يعني نحن عندنا عدد هائل من السيفيات من الباحثين عن عمل. هذا يعني بحس انه بمجتمعنا دكتور لسه في عندنا هي المشكله، انه الناس هلا يعني ما عندها ثقافه كتابه السيفي، او كيف نحن لازم نفرجي الشركات شو المهارات اللي عندنا اياها او بنمتلكها. 100% عندنا مثلا جزء من العمل التطوعي هو ارشاد مهني بنسميه نحن، بيقعدوا المتطوعين مع اقرانهم، هن اقرب لهذا الجيل، بيقدروا يحكوا لغتهم، بياخذوا معلوماتهم بصبوا لهم اياها بقوالب السي في، بيرحلوا معلومات السي في وبنصنف لهم اياها للشركات، يعني احنا كمان في عنا عاملين مثل لينك على جوجل درايف، هذا الرابط كل يوم بنضيف له سيفيات وعاطينه للشركات تسحب منه سيفيات مجانا، لانه المتطوعين قدموها مجانا، هي اتيحت هي السيارة الذاتية للشركات مجانا. هي عندنا واحد من الاعمال مثل حلقة وصل، يعني بتكون انه تساعدوا الاشخاص ببناء سيفيات وايضا بتساعدوا الشركات على ايجاد الاشخاص مناسبين فعلا. 100% هيدي وحده. وحده ثانيه مثلا انه مقابله العمل ومهارات مقابله العمل، بتلاقي شخص عم نسجل له فيديوهات قبل وبعد وعم نرجيه قديش عم تقوى شخصيته وقديش هو كسر الحاجز بينه وبين صاحب العمل الامبلوير، بحيث انه ما عاد في هذا البريكنج ذا ايس، ما عاد خاف انه اول مواجهه له مع صاحب العمل، لانه بالاساس هالمقابله هي ما كانت حقيقيه 100% بصاحب عمل، وقت يفوت على المقابله الحقيقيه صار عنده اوريدي ريهرسل وممارسه سابقه، فصار قويه شخصيته. عندك رياده اعمال رقميه اللي احنا هلا عم نعلمهم لكل الاشخاص ماشيين بهالاتجاه، صرنا سنه ونص انه عم نعلمك انك انت تكون صاحب مشروع وليس عبء على صاحب المشروع، يعني ما عاد بدنا موظف عادي، حتى لو انت فتت من باب التوظيف العادي بدنا اياك تشارك بافكارك الرياديه مع صاحب العمل، بحيث انه ما يحسك عبء مادي، يحسك الشريك له. ففتنا بمفهوم شيء اسمه الموظف صاحب عمل وليس الموظف موظف. لكن النقطه دكتور يعني هي النقطه يعني متعبه جدا وبتحتاج الى جهد كبير لنشتغل عليها، لانه انت نحن عم نحكي هون عن تغيير ذهنيه وعقليه العمل بسوريا بشكل كامل. يعني نحن صلنا عمر الأشخاص اليوم كطموح، أغلب الأشخاص حتى ما قبل الأزمة كان مفهوم العمل هو أنا بدي أدور على أي وظيفة 8 ساعات آخر الشهر أخذ الراتب وروح على بيتي. صحيح. شو بيصير يصير. نحن طلعوا من مفهوم الوظيفة. أنا بتصور مثل ما قلت لك الأزمة لها كثير سيئات ولكن لها كثير إيجابيات إذا أخذناها من الناحية الإيجابية. علمت الناس كثير أنه ريادة الأعمال هي التي تدوم. ايضا صار في عندنا فريلانسرز والاعمال المستقله، هيدي ظاهره ظهرت معنا بشكل نحكي عنها اكيد دكتور. اكيد هيدي الشغله مثلا طلعت كرغبه بس ما حدا عنده ادواتها الصحيحه. فانا هلا في عندنا جو مناسب جدا لهذا النوع من الاعمال الرياديه، وهو انه فضاء الانترنت واسع جدا. يعني نحن بزماننا كنا لازم حتى نمارس عمل تجاري لازم نستاجر عقار وتكون في مؤسسه حقيقيه ماديه واوراق وسجل والعديد من الاجراءات. هلا ما عاد عندك، انت عندك هلا اوريدي 8 مليار زبون موجودين على العالم الافتراضي، انت نقي وين السيجمنت تبعتك، وين السكتر تبعك، وين الشريحه تبعتك من الزبائن، وبلش روج لنفسك في صفحات داعمه جدا. نحن بنعلمهم شو مفهوم رياده الاعمال، بنعلمهم ما هي ادوات انك تكون رائد عمل ناجح، بنعلمهم كيف تختار القيمه المضافه بالمشروع تبعك، يعني بنعلمهم الميزه التنافسيه، بنعلمهم اشياء هي لازم تكون مع الواحد الاي بي سي لحتى تكون شخص رائد عمل. هي الشغله احنا عم نعملها تطوعيا وعم يعني ما تتخيل في عندك شريحه من المجتمع، على سبيل المثال الاشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصه ناسبهم جدا عالم ريادة الأعمال، عم يتعلموا الأدوات. عنا أشخاص هن عم يديروا صفحات لمشاهير وهن من بيتهم، عنا أشخاص مثلا عم بيروجوا لعملية طبخ ونقل طعام مثل بي أوردر ولكن على الإنترنت. يعني تطلع مين هدول الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، يعني واو انه انت طلعت الشريحة من عبء على سوق العمل الى شريحة منتجة ودمجت جوات المجتمع. فيعني قديش نحن لقينا فرص عمل بالعالم الافتراضي من باب ريادة الاعمال الرقمية. تماما. ويمكن موضوع الفريلانسر والعمل الالكتروني المستقل اكيد بيحتاج لمهارات 100%. فشو هي المهارات يلي عم يتم تدريب المتطوعين عليها؟ نعم، دائما في خلط عنا بين مفهومين، رائد العمل والفريلانسر. رائد العمل اللي هو الانتربرنورشيب والانتربرنور، وفي عنا الفريلانسر اللي هو العمل المستقل. العمل المستقل مو ضروري دائما انك تكون انت رائد عمل، من الممكن انك تكون انت فريلانسر ولكن ليس بفكرة ريادية. رائد العمل يحوي التنتين، يعني ممكن يكون رائد عمل وبنفس الوقت هو عمله مستقل. تمام. فنحن رحنا على الاتجاه ليش العمل المستقل. بتعرفي انت في عندنا كثير مشاكل صارت من وقت ما طلعت ازمه الكورونا الكوفيد 19 من 2000 عطلت الوظائف 19، صار فرض علينا جو افتراضي والعمل عن بعد. صحيح. العمل عن بعد فوتنا على مفهوم هو العمل المستقل،
صار فيني انا اوريدي ما عاد في ادوات الرقابه 100% على الشركات تراقبني انا شو عم بعمل ببيتي، غير انه الالتزام المهني والاخلاقي بيني وبين الشركه منتوجك الاخير. تماما، في ادوات للرقابه وفينا بنفتح النت وفينا نتاكد من وجودك، بس ما فيني امتلك كل سكيلز تبعتي خلال 8 ساعات مثل وقت بتكوني فيزيكلي قدامي وجها لوجه. فنحن رحنا على العمل المستقل وتطور كثير خلال هدول ازمه الكوفيد 19. صارت الناس كلها تقول اوكي ما دام انا عم بقدر اشتغل لشركتي من البيت، طب خليني افتح البزنس تبعي انا واعمل بساعات اللي بعدها قاعد على الجو الافتراضي، واخذت الادوات كلياتها، فالفضاء واسع جدا، فطلع العمل المستقل. ولكن العمل المستقل قديش هو السهل الممتنع؟ يعني هو كثير سهل وهو منو بهالسهولة اللي أنت معتقدتيها. مو كل شخص عمل صفحة على الإنستغرام قدر يجذب زباين، مو كل شخص عمل صفحة على الفيسبوك قدر يجذب زباين أو يكتب محتوى جيد. فلحنا بنعمل كورسات كيفية إدارة السوشيال ميديا للفريلانسر، يعني أنت شو كيف تكتب محتوى لحتى تقدر تخلي الشريحة المستهدفة تبعتك تسمعك. يعني بدك تحكي بلغة الشريحة المستهدفة، بدك تدرسي شو هو اتجاهات التعليقات، مين هن الناس اللي جذبتهم كل تعليق، كيف وقت بتعملي واجهة ديسبلاي للأزياء بتحطيها بتشوفي مين الناس من المارة اللي لفتت نظرهم هذا المانيكان. نفس الشيء لحنا بنجرب محتويات متعددة لحتى يصير عدد رواد الصفحة أكثر من 60-70% من الفئة المستهدفة بنقله بلش بالبزنس تبعتك. فلذلك نحن بنعطي أدوات كتير بتشوفيها بسيطة أنت ولكن بتعمل فرق كتير كبير. الفريلانسر بده أول شيء يعرف تماماً مهارات تواصل عالية جداً، بده يعرف تماماً كيف يستهدف ويفاوض الشريحة المستهدفة تبعته، بده يعرف تماماً أدوات التسويق وهي الميزة التنافسية إنه يعرف أنا وين من سوق العمل. وبنفس الوقت طبعاً فيك تستخدمي بنقلهم كتير عملية استخدام السوشيال ميديا هي عبارة عن عملية استخدام السوشيال كابيتال، يعني استخدام رأس المال الاجتماعي. استخدم علاقاتك، استخدم التكتلات اللي انت عملتها على السوشيال ميديا تخدمك بسيجمنت معينة. مثلا نحن بنعلم اذا انت مستهدف الطلاب فوت على صفحات الطلاب اللي بتدرس هذا الاختصاص، تختصر على حالك كتير. ليش لتجذبهم لصفحتك؟ روح انت لصفحتهم اللي هن بيكونوا فيها. فاذا هي راس المال الاجتماعي بنعلمهم اياها كثير. يعني هو دكتور يعني عالم واسع وشاسع طبعا، وما بينتهي الحديث ابدا عن هذا الموضوع، ولكن يعني نحن دائما نتمنى لكم التوفيق فيما يتعلق بعملكم بهذا المجال تحديدا. شكرا كثير لك حضرتك الدكتور منير عباس رئيس مجلس اداره مؤسسه الموارد البشريه على المعلومات القيمه اللي اعطيتنا اياها. شكرا كثير لحضرتك، وبتمنى للجيل القادم يكون هو رائد عمل متميز، لأنه الفضاء الواسع لإله بالإنترنت متوفر، بقيان عليه بس هو يتمكن ويكون قادر بأدوات استخدام هالجيل الجديد من العالم الافتراضي. صحيح، شكرا جزيلا لك. شكرا كثير. شكرا لكم.